It's her life. It's her life. كل عادة لا صنع ولا شغلة عندك بالحياة بس قاعدة على هالجهازات. أوف ماما خليني أعيش لحظة شوي عم أحضر يوتيوب. أمي عجلي عجلي لأشوف. أولاد آخر زمن. مخرجة رجاء شغلي موسيقى حزينة. حد يفهمني ليش عم يصير معي هيك مثلا؟ هلا قولي عن جد قدام باب الجامعة مرمية؟ على القليلة وقت ممكن اتفهم هاي المعاملة. يا الله قديش بكره المدرسة، ما بدي ارجع. يلا نبلش بروتين المدرسة. هلا اميغوس انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سو اذا كنتوا اول مرة بتشوفوني لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر اللايك، بدنا نوصل هالفيديو هاد ل5000 لايك. وكمان تابعوني على الانستغرام، رح احط لكم اللينك تبعي تحت في الديسكريبشن بوكس. سو زي ما شفتوا انا كنت بتمرن في الجيم، بعدين اول شيء رجعت للبيت سويت القهوة تبعي، واول شيء سويته شيكت على اللابتوب تبعي عشان اشوف جدول الاوقات تبعنا في الجامعة، ومنها بشرب الكوفي تبعي وبحكي مع مياسين، يعني هيك جلسة النميمة تبعنا. سو بس تخلص اروح بعديها اسوي ماسك لشعري. الماسك هاد حكيت لكم عنه فرح خليكم اللينك تحت الديسكريبشن بوكس إذا بدكم تسووه، يعني هالماسك كتير مفيد للشعر. بعدها أسوي مساج خفيف لشعري لمدة 10 دقايق. تاني شغلة أبلش بيها هي العناية بالوش. أول شيء أغسل وشي بغسول لغوش بوزي، هاد أفضل غسول استعملته إلى حد الآن وكتير بنصح بيه. وبعدها أمرر القطنة على وشي عشان أتأكد إنه ما فيش ولا أي شيء على وشي. سويت مقشر عبارة عن قهوة وعسل، وهالمقشر هاد واو بنات للبشرة، زي ما شايفين انه مفعوله كتير باين على وشي وصار في نور. بس تخلص اخذ مقشر الشفايف اللي هو عبارة عن زيت جوز الهند مع السكر، واظل هيك لمدة دقيقة. بعدها افرش اسناني، وانا هون بستعمل كولجيت، واخذ اي ماسك جاهز عندي واسويه. من الآخر بدكم بشرة صحية، لا تنسوا انكم ترتبوا بشرتكم على الاقل مرتين باليوم. والخطوة قبل الاخيرة للعناية بالوش انه انا بستعمل مرطب للشفايف من نيفيا، ونختمها برشات بماء الورد. وبعدها ابلش بالحمام تبعي. انا دايما بستعمل هدوك الكرات تبع الحمام. سو نوعية الحمام اللي انا رح سويه هلا هو الحمام التقليدي تبعنا اللي تبارسناه في تونس. واول خطوة بتكون فيه هي الصابون البلدي، بعدين اخذ هاي الفوطة فوطة الحمام وبفرك فيها على كامل جسمي، بتساعد على ازالة الجلد الميتة، يعني عن جد واو. بعدها بستعمل هالسكراب هاد من بادي شوب. هالسكراب هاد كتير 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 منيح ويعطي ملمس للجسم كتير واو. بس اخلص بستعمل شاور جيل، ودايما شاور جيل انا بستعمله بيكون بنود كوكو اي جوز الهند، لانه ريحته بتكون كتير طيبة. اما لشعري فبستعمل له هاد الكونديشنر، وبستعمل هاد الشامبو من بيوكسين. هو الشامبو هاد منه كتير واو بس يصلح كتير للشعر الدهني اللي دايما بيزيت، لكن الفيتامين تبع البيوكسين كتير منيحة وبنصح فيها اذا تقدروا تجيبوها. واكيد هون ما بنسى بعتني بقدمي، فهي بستعملها لازالة القشرة الميتة. وهون نصيحة بسيطة جدا، اذا كان عندكم او بتعانوا من القشرة في شعركم فاستعملوا الليمون، افركوا فروة الراس بالليمون. وعلى فكرة بنات انا دايما لما اكون في الحمام بفتح هيك ميوزك هادئة زي هالغنية اللي رح تسمعوها هلا. سو ننتقل هلا للخطوة اللي بعدها اللي هي ترطيب الجسم. ضروري جدا انه بعد كل حمام نرطب جسم، غير عن انه ترطيب الجسم يحمينا من الخطوط البيضاء. سو زي ما شايفين هون اظافري كيف صارت. انا كتير بكره شكل الاظافر اللي بيكون هيك. اول نقطة هون للعناية بالاظافر انه انا باخذ مقص اظافر، اقص اظافري واظبطهم اذا في شي، بعدين ازيل المانيكور واخذ اي لون هيك عبالي اني انا اسويه واصبغ يعني اظافري بكل بساطة. يعني اخر خطوة هون اذا بدكم وش صافي وش منور لازم تكون عندكم روتين في ازالة الشعر. وهون هالشي منو للبنات في عمر صغير، اكيد للبنات اللي فوق 18 سنة او 18 سنة. سو اول شي بسويه انه انا برتب حواجبي، بستعمل هالموس هاد، ما بعرف بصراحة شو ممكن يكون
اسمه. بستعمله احيانا لإزالة شعر الوش لكن مو دايما، بفضل انه انا بستعمل الخيط، بس هي الطريقة كمان كتير منيحة لإزالة الشعر وبدون ألم كمان. ولا تخافوا ابدا من نوعية هاي الشفرة هاي بالذات، لانها ما رح تطلع لكم شعر غليظ في الوش، يعني انا جربتها اكتر من مرة والنتيجة هي نفسها الصراحة. تاني شغلة بسويها انه انا بحضر الاكل اللي رح اخذه معي لبكرة، الدوام طويلة فبجوع في نصها، وبدي كمان انه باكل شيء ما يكون كتير تخبيص في الاكل، فلهيك بفضل انه انا باخذ اكلي معي، واكيد الماء لانه الماء كتير مهم لترطيب الجسم ولصحتنا بشكل عام. احضر كل شيء واحطه في الثلاجة، بعدين انتقل لملابسي. لازم ملابسي تكون مكوية وجاهزة، خاصة البلطو تبعنا يعني تبع الدكاترة او طلاب الطب بشكل عام. ثاني نقطة اسويها انه انا اجهز الشنطة تبعي، اقلامي، الاشياء اللي بستحقها، ولانه فترات دوامي بتكون منفصلة فبفضل انه انا باخذ معي رواية، وانا كتير بحب رضوى عاشور. رضوى عاشور من ضمن الادباء اللي انجاجي، شو تعني انجاجي ما بعرف، بس انه الادباء اللي بيحكوا عن القضية، انه يحكوا عن قضايا المجتمع العربي بشكل عام. ففي الفترة هاي بلشت انه بقرأ ما بين عربي وانجليزي وعم سوي الاثنين مع بعض. بس اجهز كل شيء، اروح هيك اسوي شاي اهدي اعصابي، وانا دايما بشرب الشاي الاخضر وبحط معاه النعناع، شو ما كانت النكهة مع الشاي لازم يكون في نعناع. انتقل على طول للمكتب وابلش اخطط ليومي وشو بدي اسوي، شو الاشياء اللي لازم انا اسويها عشان يكون هيك كل الاشياء واضحة والصورة واضحة بالنسبة لي. واعلق التودو ليست تبعي في مكان واضح عشان دايما بتذكر انا شو لازم اسوي وشو عندي. اذا كنتوا من النوع اللي بينسى كتير فبنصحكم كتير بهاي النقطة، لانه انا الصراحة كتير بنسى. اخر شيء اسويه قبل النوم انه انا اسشور شعري، بس قبل ما ابلش اسشور شعري بستعمل تريزمي الواقي من الحراره، لانه انا شعري كثير حساس على شعري ولازم بستهبل، يعني زي ما شايفين انه انا لما بدي اسشور شعري بسوي هاي الحركات المجنونه، اكتبوا لي اذا انتم كمان زي شايفين الهبل. المهم اسشور شعري بهاي الطريقه، انا ما بحب البلاك لانه البلاك كثير بيقضي شعري، فبحس انه استشوار افضل. واخر خطوه هي السرير. اخ او ماي جاد، احلى شيء تقريب هذا او افضل جزئيه بقرا شوي من كتابي اللي هو The Subtle Art of Not Giving a Fuck، بالعربي اسمه فن اللامبالاه، وكثير بنصح بهالكتاب. فانا حاليا في اخر جزئيه في هالكتاب تقريبا خلصته، ممكن احكي لكم عنه في المستقبل. سو بس اقرا منه شوي بعدين اسوي المنبه تبعي الساعه 6 الصبح وبس. هيك يكون خلصت كل شيء. هلا بقولكم ديروا بالكم على حالكم واحلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمانيا بيبي سلامات يا رب، سلام باي. وعلى فكره ها لا تنسوا الاشتراك واللايك، كمان تابعوني على الانستغرام. باي.